لا، رح نرصد واقع الحركة التعليمية ضمن جامعة حلب، وأيضا كيف كانت قبل وبعد التعافي. عامين مروا على انتصار حلب، كيف الأوضاع بجامعة حلب؟ كيف الخدمات؟ كيف رصد الحركة التعليمية؟ كل هالأمور رح نتعرف عليها مع أكيد مدير رئيس جامعة حلب مصطفى أفيوني. دكتور مصطفى أفيوني، يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. صباح النصر، صباح الانتصار، صباح المحبة من جامعة صمود جامعة حلب. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك، ونحن اليوم كثير مبسوطين لأنه نحن ضيوفكم. يعني الإعلام السوري ضمن الاحتفالية العظيمة بالنصر اللي نحن جينا من الشام على حلب لحتى نحتفل سوا. نعم. احتفالية غير شكل. دكتور خلينا نحكي مع حضرتك، يعني أكيد هي السنة مثل ما لامسنا هيك مع الطلاب اختلفت الجامعة، ازداد الإقبال، أكيد ازدادت الرياحة. صحيح. ارتاحوا العالم من بعد التخلص من الإرهاب. خلينا نحكي اليوم عن واقع الجامعة والطلاب أيضا. الحقيقة أول شيء طبعا ذكرى تحرير حلب ذكرى ثانية، والعام الثاني كان لهم وقع كبير على أبنائنا الطلبة وعلى أبناء مدينة حلب وجامعة حلب بشكل عام. الحقيقة أول شيء طلابنا شعروا بالأمن والأمان. كان هناك كما تعلمين أن طلاب جامعة حلب يستطيعون الدوام في كافة الجامعات. نعم. وهذا نوع من التسهيل أعطتها وزارة التعليم العالي لأبنائنا الطلبة بسبب ظروف الحرب الكونية الإرهابية على سوريا، وبالتالي عاد الطلاب إلى جامعتهم. العودة كانت الحقيقة حب في متابعة التعليم في جامعتهم الأم اللي هي جامعة حلب، وبالتالي كان هناك عدد كبير من الطلاب عادوا إلى صفوفهم، عادوا إلى جامعتهم، إلى مخابرهم، إلى مراسمهم، وهذا شيء عطى دفع للعملية التعليمية. زاد نسبة حضور الطلاب، زاد نسبة إقبال الطلاب حتى على تسجيل الطلاب الدراسات. نعم. العليا، وبالتالي عادت الحياة الطبيعية. طبعا كما تعلمين عانت حلب وجامعة حلب وسوريا من الإرهاب التكفيري اللي تم على جامعة حلب، فكانوا طلابنا الحقيقة خلال فترة الحرب كانوا أبطال وكانوا رديف للجيش العربي السوري. هل تعلمين أنه كانوا يداومون المحاضرات ويذهب بعضهم إلى الجبهات؟ فهذا شيء آتي من حب الوطن، إيمان أنه هذه مؤامرة كانت على سوريا، وبالتالي على كل مواطن سوري شريف تم في هذا الوطن الغالي الذي نعتز به، وإيمان بأن هناك جيش عظيم يدافع ويحقق الانتصارات، والآن يحقق الانتصارات على ساحة الوطن، وأيضا قيادة حكيمة لسيد الوطن سيد الرئيس بشار حافظ الأسد راعي العلم والعلماء الحقيقة اللي كانوا متابعين العملية التعليمية في جامعة حلب وفي الجامعة السورية. نعم دكتور، يعني مثل ما معروف جامعة حلب مثل جامعة دمشق وجامعة تشرين. نعم. يعني جوامع عريقة خلينا نحكي، أو جامعات عريقة خلينا نقول، لكن ظروف بعض المناطق مثل حلب اللي مرت عليها كانت قاهرة جدا. صحيح. مما اضطر لبعض الطلاب انه يتركوا او ينتقلوا لغير جامعة او يوقفوا دراستهم. نعم. كيف تم عودتهم لجامعة دمشق، وهل في احصائيات معينة عن عودة الطلاب؟ يعني كرئيس للجامعة يمكن بحز بقلبك بفترة ما طلاب ما يداوموا او طلاب تصابوا او طلاب كانوا على الجبهات مثل ما قلت. فخلينا نحكي هلا بعد عامين على الانتصار، الإجراءات اللي اتخذت، كيف حال الجامعة هلا؟ أول شيء الجامعة كانت مستمرة خلال الحرب وإلى الآن في تحسين البنية التحتية لجامعة حلب، سواء للعملية التعليمية أو العملية البحثية. طبعا بعد تحرير حلب صدر قرار من وزارة التعليم العالي، مجلس التعليم العالي، بعودة الطلاب الذين كانوا يدرسون في مختلف الجامعات السورية. ومرة تانية بقدم شكر لزملائنا في الجامعات السورية اللي طنوا أبنائهم للحياة. فتم عودة هذا العام، تم عودة كافة طلاب جامعة حلب إلى الجامعة الأم، وترك لهم الخيار إما بالتحويل أو بالنقل. فاللي انتقل انتقل، واللي حول والباقي عاد إلى جامعته وإلى كليته. طبعا عانينا كثيرا نحن، كان هناك
كما تعلمون في أزمة في الماء في الكهرباء، لكن استطعنا بفضل حتى بالمواصلات بالطرقات كان هناك مواصلات، لذلك أعطي أريحية لأبنائنا الطلبة خلال فترة الحرب أنه يداموا في أي جامعة بريدوها يعني، وهذا الأمر كان متاح. الآن فقط طلاب المعاهد التقنية أعطوا عام أخير لهذا العام 18-19 أنه يداموا في باقي الجامعات. طبعا نحن في إدارة جامعة حلب عم نأمن كافة المستلزمات العملية التعليمية وفق الإمكانات المتاحة، وهناك عدد كبير من الأجهزة التعليمية والبحثية دخلت إلى جامعة حلب من المتوفر. كما تعلمون أن هناك حظر على سوريا، لكن نحن كان لدينا بنية تحتية عظيمة كانت قبل الحرب، بهذه البنية التحتية استطعنا أن نتابع العملية التعليمية. كان هناك تسرب بأعضاء الهيئة التدريسية، يعني كان عدد أعضاء الهيئة التدريسية 1263، الآن 817، إذن تقريبا ثلث أعضاء الهيئة التدريسية، لكن زملائنا أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمخبريين والإداريين استطاعوا أن يعوضوا هذا النقص في العملية التعليمية. هناك لدينا عدد من زملائنا يدرسون 3 مقررات وأربع مقررات لحمل العبء من نقص الحاصل. نحن من خلال المسابقات اللي جرت العام الماضي عم نحاول نعوض النقص في أعضاء الهيئة التدريسية، وهناك أيضا مسابقة قادمة لأعضاء الهيئة التدريسية لدينا نقص، لكن نعوضه بفضل جهود زملائنا الذين صمدوا وبقوا في جامعة حلب. نعم دكتور، دائما متعودين على جامعة حلب ما قبل الحرب التواصل مع الجامعات الثانية وخاصة كمان الجامعات الأجنبية وبعثات علمية كثيرة، اليوم خطوات من أجل التواصل مع الجامعات إن كانت عربية أو أجنبية، خلينا نحكي عن هاي النقطة، في هيك فكرة عم تكون؟ صحيح. أول شيء طبعا جامعة حلب والجامعة السورية، نتكلم عن جامعة حلب، لم تنقطع عن المشاركة في أي مؤتمر علمي دعي إليه سواء جامعة حلب أو زملائنا أعضاء الهيئة التدريسية، فكنا مشاركات في كثير من المؤتمرات سواء العربية أو الدولية، وأيضا أبنائنا الطلبة شاركوا في مسابقات، وكان آخر المسابقة المدرجية. ويعني نحن كمان منهني أنفسنا أن سوريا حصلت على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي في المسابقة البرمجية، وتأهل 5 جامعات سورية للمسابقة العالمية التي ستقام في البرتغال في العام القادم، ومنها فريق جامعة حلب. إذن المسابقات مستمرة سواء على المستوى المحلي والعربي والدولي. ايضا كان لنا حضور نحن كجامعات في المؤتمر، وكان اخر كان في مؤتمر مستقبل التعليم العالي في الهند. نعم. انا وزملائي رؤساء الجامعات ايضا شاركنا في مؤتمرات في لبنان في الشقيقه لبنان، ايضا لم ينقطع طبعا، لكن بحدود. تعلمون ان كثير من الدول وخاصه الدول التي شاركت في الإرهاب على سوريا التواصل معها طبعا محدود جدا بسبب الحظر، لكن مع ذلك زملائنا أعضاء الهيئة التدريسية شاركوا في مؤتمرات في مختلف المجالات، كان منها التطبيقية وكان منها النظرية، وحتى في جامعة حلب المؤتمرات والندوات وورشات العمل لم تنقطع. كان آخر كان مؤتمر على مستوى دولي ضد التطبيع الصهيوني اللي عم نشاهده الآن حاليا، وأيضا مؤتمرات في الكليات المختلفة. أيضا هذا العام في هناك مشاركة من زملائنا أعضاء الهيئة التدريسية في لجان الحكم وفي الأبحاث المشتركة بين جامعة حلب والجامعات السورية. إذن بشكل عام لن ننقطع طبعا، نحن عنا طموح وكان قبل والآن مفتوح أنه نساهم في كافة المؤتمرات والندوات التي تقام. أيضا صار في جامعة حلب للسنة الثالثة على التوالي الحصاد العلمي اللي عم يشاركوا فيه الكليات التطبيقية، وشاركنا في معرض دمشق الدولي في العام الماضي وهذا العام، وحصلت جامعة حلب على 18 ميدالية بمشاركتها ب 18 مشروع، وهذا نتاج طلابنا طلاب الدراسات المرحلة الجامعية والدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية، وحصلوا على الجوائز. أيضا تم أخذ من وزارة التجارة
الداخلية وحماية المستهلك مشروعين مشان يطبقون عندهم. كان هناك أيضا نشاط في الخيط الطبي. الآن نعمل على تسويق الأعمال التي تقام في جامعة حلب من خلال لجان شكلت في الكليات وتذهب إلى المؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص. إذن العملية مستمرة، طموحنا أكبر، هناك دعم كبير من الحكومة ومن الوزارة وكافة المعنيين في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي. طبعا نحن نحاول دائما أن نقدم الأفضل لأبنائنا الطلبة، لأنه أبنائنا الطلبة أيضا شاركوا في حملة سمعتم فيها، حملة سوا بترجع أحلى، شاركوا طلاب جامعة حلب في مدينة حلب وفي جامعة حلب، وكان يعني إلى أثر كبير عن إذا سميناه الشارع الحلبي، فطلاب عم بيشاركوا. ولذلك كنا دائما نقول نتعلم بيد ونقاتل بيد. نعم. يعني كتير حلو هذا الكلام ليا، وخاصة أنه جامعة حلب معروفة أيضا بالشهادات الأكاديمية التي تمنح للطلاب بالمستوى التعليمي، تعتبر من أهم الجامعات السورية، معترف عليها بشكل كبير حتى خارج سوريا. خلينا نحكي بعد عامين من يمكن الانتصار من الأمان، خلينا نقول اللي عم على حلب، نعم، خلينا نحكي الإجراءات الجديدة اللي اتخذت لتحسين مستوى الأكاديمي التعليمي البحث العلمي، بما أنه أغلب هلأ الشباب يمكن عم يتجهوا للبحث العلمي للدراسات العليا حتى فعلا يكونوا لهم بصمة بالمجتمع، ما عاد قبل الطالب بس ياخد شهادة جامعة. دكتور صحيح صحيح. طبعا نحن كإدارة جامعة المجال مفتوح لكافة الباحثين سواء أعضاء هيئة تدريسية أو طلاب الدراسات العليا، ونقدم لهم الدعم اللازم وفق الإمكانات المتاحة. طبعا نحن عملنا أول شيء على تفعيل الموقع الإلكتروني لجامعة حلب بحيث تنشر الأبحاث والأعمال التي يقوم بها الأساتذة والطلبة، وهذا عطى مردود كبير، وهذا سيرفع تصنيف الجامعة بهذا الشكل. أيضا أخذنا في مجلة بحوث جامعة حلب التي تحوي على 8 سلاسل علمية، أخذنا أمباكت فاكتور، وهذا يرفع من التصنيف أيضا لجامعة حلب. نحن في جامعة حلب دائما ندعم البحث العلمي، وأبنائنا الطلبة يعلمون ذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة سواء أكانت مادية أو معنوية. وبالتالي عملية البحث العلمي ليست مقتصرة على زمان أو مكان، هي عملية مستمرة ومتجددة بانتظام. نحن نحاول أيضا وضعنا خطط استراتيجية لتأمين أجهزة خلال هذا العام، ووضعنا خطة لخمس سنوات. أيضا البنية التحتية والبنية الاجتماعية خلال العام القادم هناك تجهيز للملاعب، موجود الملاعب لكن سنجهز ملاعب كرة قدم وكرة سلة لأبنائنا الطلاب. أيضا المدينة الجامعية نحن أهلنا عدد من الوحدات الجامعية، والآن يقطن المدينة الجامعية أكثر من 10,000 طالب وطالبة، ونحن نأمل أنه نقدم ما هو مريح ومفيد لأبنائنا الطلبة، لأنه هدول هن البنات الحقيقيون اللي هن الحقيقة ساهموا بالإعمار. نعم دكتور، يعني نحن اليوم كتير مبسوطين بضيافة حضرتك وضيافة جامعة حلب، ضيفنا الدائم بالإخبارية السورية. بدنا نتشكرك كتير، بدنا نقولكم بترفعوا الراس انتو وشغلكم، الكادر التدريسي كله بدنا نوجه له تحية. نوجه تحية أيضا للطلاب، نوجه تحية لكل حدا داعم لجامعة حلب مشان ترجع أحلى وأكثر من قبل، مليانة تفوق ويعني وطلب. شكرا كثير لك دكتور وشرفتنا. شكرا لكم، شكرا لأخبار سوريا ولإعلامنا الوطني الذي نعتز به الحياة. وأختم كلامي مرة ثانية تحية لبواسلنا العظام الجيش العربي السوري، تحية لشعبنا الصامد، تحية للقائد المقاوم السيد الرئيس بشار حافظ الأسد، راعي العلم والعلماء، وأهلا وسهلا فيكم. وحلب دائما تعتز بما تقدمه من خلال الغالية سوريا، وهي جزء من سوريا الغالية التي نعتز بها. إن شاء الله وتعالى سنكون جند أوفياء لهذا الوطن الغالي
ولشعبنا ولقائدنا. وأهلا وسهلا فيكم، نورتوا حلب، وأهلا وسهلا فيكم دائما. شكرا لك دكتور. يعني أحلى شيء ليا أنه دوار الجامعة هو دوار معروف، ما في حدا ما بيمر منه بحلب أو بالمحافظات الثانية أو حتى اللي بيجي على محافظة حلب، باب مدينة حلب أو خلينا نقول جامعة أو كليات حلب، هو كمان أيضا باب قصد كثير من الشباب الأكاديميين. نعم. نحن بنتشكركم على كل الجهود طبعا اللي بذلتوها وعم تبذلوها، إن شاء الله هيك عجلة التعليم بتكون لتحسن مستمر. شكرا لوجودك معنا دكتور. شكرا، أهلا وسهلا فيكم. ميرسي دكتور. أهلا وسهلا.